ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا. ودلوقتي حالا لسه النادي الاهلي فايز على بطل البوسنه 50-26، وكده النادي الاهلي بس محتاج حاجه بسيطه جدا، ان مونبلييه اللي احنا اتعادلنا معاه الماتش اللي فات يكسب فرق 11 بس، عشان يبقى الان النادي الاهلي اول، وان شاء الله نلعب برشلونه في النهائي. طبعا البطوله دي بطوله الدوليه الهاندبول، دي ليها نظام مختلف، هم مجموعتين، كل مجموعه اربع فرق، الاول بيلعب الاول والثاني بيلعب الثاني، مجموعتين، اللي بيكسب بياخد نقطتين واللي بيتعادل بياخد نقطه. الاول بيلعب الاول، احنا دلوقتي احنا ومونبلييه عندنا مشكله فرق الاهداف، احنا هيبقى نفس النقاط لو مونبلييه كسب النهارده، وده غالبا يعني هيبقى نفس عدد النقاط، هيحكمنا فرق الاهداف. احنا نتمنى ان هم ما يزيدوش عن فرق 11 هدف عشان نلعب ان شاء الله برشلونه في النهائي. يعني دي بطوله مهمه جدا، احنا لعبنا مونبلييه وتعادلنا معاهم 25-25، رغم ان احنا كنا خسرانين في الشوط الاولاني فرق 5. طبعا فرقه قويه جدا، الدوري الفرنسي بالمناسبه، مونبلييه فرنسي، والدوري الفرنسي هو اقوى دوري هاندبول في العالم. واحنا كنا متاخرين في الشوط الاولاني زي ما قلت لكم 14-9، واستعدنا التوازن في الشوط الثاني ونجحنا في ان احنا نتعادل 25-25، ودي مباراه هي الاصعب بيعتبر في المجموعه. يعني احنا بدانا البطوله فوز يورو فارم، ده كسبناه 34-23، وده فرق كان كويس، وطبعا دي كانت ضربه بدايه كويسه جدا، ادتنا النقطتين الاولانيين. يعني بطوله مهمه جدا، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نقابل برشلونه خلاص في النهائي بقى. يعني احنا نتمنى ان مونبلييه ما يكسبش اكتر من فرق 11. تعال نروح لمداخله مهمه جدا مع الناقد الرياضي، زميلنا الناقد الرياضي محمد ناجي. والحقيقه محمد ناجي من المتميزين جدا في تغطيه كره اليد والالعاب الجماعيه والفرديه عموما، يعني بعيدا عن كره القدم. اهلا بيك يا استاذ محمد على شاشه قناه النادي الاهلي، اهلا بيك في 7 دي سبورت. اهلا بيك عبد الرحمن، سعيد ان انا موجود معاك، وطبعا شيء يشرفني ان انا اكون ضيف معاك يعني في دي سبورت. انا اللي سعيد بوجودك معايا الحقيقه، زميل عزيز. الله يخليك. قول لي بقى الماتش اللي خلص دلوقتي ده كنا عاملين فيه ازاي؟ احنا كنا هنا على الهوا برضو. مظبوط، هو الماتش لسه خلصان من لحظات، 50-26 للنادي الاهلي. الاهلي بدا المباراه بشكل مش افضل حاجه، اللعيبه كانت نازله متسرعه، حاطه في حساباتها ان عايزه تكسب باكبر قدر من الاهداف، عشان يعني اوريدي هم عارفين ان احنا المعركه هتبقى بيننا وبين مونبلييه دلوقتي هي معركه فرق اهداف. مونبلييه هيلعب بالليل كمان، احنا حظنا ان احنا لعبنا الاول برضو، دي نقطه ثانيه. دي من ضمن الحاجات فعلا اللي ما كانش يعني في صالحنا، هم خلاص دلوقتي اوريدي نازلين عاملين حساباتهم ان هم محتاجين يفوزوا باكثر من 11 جون فرق، فده يديهم صداره المجموعه. فريق يورو فارم من ضمن الفرق الكويسه وفريق جيد جدا، يمكن هو اقوى من بطل البوسنه اللي احنا لعبناه دلوقتي، فنتمنى ان هم يقوحوا معاهم شويه على الاقل في الفرق. يعني ده حقيقي، وان شاء الله يعني نتمنى ان الامور تمشي في السكه دي. مونبلييه لو بدا الماتش بنفس الطريقه اللي احنا بدانا بيها في الجيم النهارده، اعتقد ان الامور هتكون اصعب عليه، ان هو هيكون نازل هدفه انه عايز يسجل كل كوره، ودي من ضمن الحاجات اللي ما بتبقاش دافع تخلي الفريق يطلع افضل ما عنده. احنا نروح بس لمشاركه النادي الاهلي نتكلم عليها الاول. انت وقت مجموعه فيها يورو فارم، فريق بطل مقدونيا، من ضمن الفرق الكبيره في اوروبا، بيلعب في الدوري الاوروبي طبعا. فريق بالمناسبه كان محترف فيه كريم هنداوي حارس منتخب مصر السابق، ودلوقتي طبعا من ضمن افضل حراس مصر يعني. كان احترف هناك فتره، من ضمن اللي عنده عناصر كتير كويسين. مونبلييه فيها محترف مصري برضه بالمناسبه، مش كده؟ احمد هشام السيد، واحد من الواعدين جدا يعني في الكره المصريه، يعني من افضل صناع العاب مصر. كان كده موجود في الجيل بتاع 2019 اللي خد بطل العالم، مظبوط، كابتن طارق محروس. كان هو في الجيل، هو لعب مع كابتن طارق، خد ثالث عالم مع كابتن حسين زكي كمان، لعب مع كابتن حسين وكابتن مجدي ابو المجد، مظبوط، في بطوله العالم اللي كان في 2019 اللي كان في مقدونيا وخدوا بطل عالم. فمن ضمن اللعيبه المميزين اللي حاطط دايما، حتى كل المديرين الفنيين اللي بيدربوا منتخب مصر سواء باروندو او بستور المدير الفني الحالي، بيبقوا حاطين يعني عليه امال وافكار كتير جوه الملعب، نظرا لتميزه الشديد في تجويع مصادر اللعب باختراقات او تمريرات مميزه او حتى تصويبات قويه جدا. ده حتى شفناه امبارح قدام فريق النادي الاهلي. الاهلي امبارح قدم مباراه قويه جدا جدا جدا، رجع في الشوط الثاني رجعه هايله جدا يعني. طبعا بامانه خلي بالك ان احنا بنلعب تقريبا بصانع لعب واحد واحمد خيري، يعني البديل بتاعه هو احمد راضي، بتصاب اصلا في المباريات التحضيريه للبطوله دي في البوسنه. الاهلي على فكره يعني مع ديفيد ديفيز انت تحس ان الفرقه بقى عندها شخصيه قويه جدا.
الحقيقة دور المدرب الجديد للنادي الأهلي، يعني أنا حاسس إن في لعيبة كتير فرقت في أدائها مع المدرب الموجود طور دلوقتي. طور 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 أداء لعيبة كتير جدا في جوه الفرقة. ده بالإضافة إنه حتى بعيدا عن قصة التطوير، عبد الرحمن بيتكلم مع اللعيبة إن في بعض اللعيبة بتبقى خايفة تروح على الجول، بتبقى خايفة إنها تروح تسجل أو تضيع. هو بيقول لهم لا، خد أنا اللي بديك، يعني أنا الحامي ليك، أنا الظهر اللي هيكون بالنسبه لك، روح وسجل وسدد، سواء سجلت او لا انا اللي هتسال على النتيجه، مش انت اللي هتسال على النتيجه. فده بيخلي اللعيبه عندها دفاعيه وحرزيه اكبر بكتير انها تقدم افضل ما عندها. اعتقد ان الموسم ده هيكون مليء بالبطولات للنادي الاهلي على صعيد الهاندبول.